دي باب الشابة بمدينة أسفي، يعني بلاصة ديال الخزاف وصناعة الفخار. هنا كاينين صناعة الفخار، ندخلو من هنايا. وهذه مدينة أسفي تسمي باب الشعبة. هانتوما، بغينا ندخل نوريكم القصر البحر، ولكن قالك مبقاش كيدخلوا ليه الناس. هذه مدينة أسفي، بلاصة باب الشعبة سميتها، راه ديك السور من عاصمة البرتغال. أو الفخار معروفة أسفي بصناعة الفخار، راه هذاك السور ديال من عاصمة البرتغال. كنا بغينا ندخلو القصر البحر اللي كاين على البحر، اللي صايبوه البرتغال فاش كانوا هنا في المغرب، ولكن مابقاش كيدخلوا ليه الناس، بقى لها كيديروا ليه ترميم، داكشي علاش. المهم هذه هي مدينة أسفي، بلاصة سميتها باب الشعبة، اللي هي مختصة بالفخار، كما تشوف مختصة بصناعة الفخار وإلى آخره. راه هذاك بلاصة كل هذاك السور كله خلاه البرتغال هنا. هانتوما هنا السوق، غندخلوا للبلاصة ديال الفخار ونصور لكم إن شاء الله البلاصة ديال الفخار. مشهورة بها مدينة أسفي كما كتشوفوا، كلشي هادي من الفخار مصنوع يد كما كتشوفوا، هادشي كله صناعة يدوية من مدينة أسفي. ديكورات زويني. زوين هادشي، غير هو ده الديكور، ما تعاولي تحط في الجهاز. اه ديكور هذا الشيء. نصور لك شيء لداخل. هاك مسموح على الاخ. انا عاد كتصور مسموح بعدا. هي خاصك تصفيلو بعدا وتصور. هي ماشي مشكل، حنا عندكم هذا الشيء غزال تبارك الله. صور لي مع راسي. والحلبه تبارك الله. غتخلطيهم بزيت العود وبقات تخبيهم شعرك قبل الغسل، ولكن شعرك يكون مغسول. هادشي صناعة يدوية ياك كلشي. زوين هادشي. 20 درهم. 15 درهم. هادشي كامل صناعة يدوية. والله سيرة كتستحق كلشي يا بالله. أنا عندكم داك الشيء غزال. Thank you.
هذا هو غادي يعطيه لك قال لك دير بارك الله فيك اسمح لي بالله يكثر خير الله يزين الصنعه اي الله يزين الصنعه وفي الحقيقه راه والله الا شوف احنا نتبعوا ان شاء الله وكان الناس كيطيبوا الفخار ديالو ملي كيصايبو هذا هو الفران اللي كيديروا فيه هذا كيفرط على الغاز حتى هو اي عرفتو ولا الفران اكثر ولا غير الغاز مراكش ولا هنا عرفت لان العواد ما تيجي لقاو حنا غير هاد التراديسيونير غنحافظوا عليه انا 60 يلا كنهضر مع بيلو انا كندير داك كتر خيرك ها اللعده دابا حنا واقفين في اسفي ندوز السعيده المالي الفخار عطيني مالي الفخار عمرك درتي عندهم في اسفي